بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي الدكتور هيثم ناصر، مدرس شعب تشخيصات الأمراض في كلية الطب جامعة كنا عاوزين حضرتك نعرف دور حضرتك ايه النهارده في المؤتمر. والله زي ما حضرتك عارف النهارده مؤتمر أمراض الكبد وسرطان الكبد. النهارده احنا دورنا هنا موجود بنتكلم عن الأشعة التداخلية ودورها في علاج أورام الكبد. في علاج أورام الكبد. طب النهارده المؤتمر هيقدم جديد في هذا المجال من وجهة نظر حضرتك؟ بص، زي ما حضرتك عارف ان احنا نتيجه انتشار فيروس سي قبل كده، قبل الحمله اللي كانت معموله بتاعت علاج فيروس سي، كان عندنا حجم مش قليل من انتشار فيروس سي في مصر، وده كان بيؤدي دايما الى وجود او انتشار شويه سرطان الكبد في مصر. طبعا الاشعه التداخليه لها دور كبير في علاج اورام الكبد، زائد ولها دور كمان في زراعه الكبد. طبعا احنا على طول عندنا الجديد في علاج اورام الكبد نتيجه انتشار واهتمامنا بالموضوع دوت، ولينا باع وخبره طويله في الموضوع دوت في مصر. فزي ما حضرتك عارف احنا النهارده هنتكلم عن حاجات جديده طبعا. طيب انت شايف ان المرضى عندهم توعيه بهذا النوع من العلاج، الاشعه التداخليه والحاجات دي؟ والله احنا بنحاول ان نزود التوعيه بتاعت المرضى. طبعا يعني الاشعه التداخليه مش منتشره، بس بدات يعني في الاونه الاخيره كده الناس كده تعرفها، بس غالبا بيبقى الجراح ودكتور البطنه هما اللي بيوجهوا العيان، لكن في الاونه الاخيره بدات العيانين تعرف كتير عن الموضوع ده. طيب تعتقد كم حالة في مصر تم علاجها بالأشعة التداخلية؟ لا صعب أوي حصر حاجة زي كده، كتير جدا كتير، يعني آلاف الحالات. متشكر جدا لحضرتك، شكرا.